مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعيون عربية. الفيديو مات اليوم هو عن السناب شات، تحديدا عن سؤال وردني من أحد المتابعين أنه ما موجود عنده درجة الحرارة، فحبيت أعمل له هذا الفيديو، لكن قبلها طلب من كل واحد يدخل على هذا الفيديو ومشترك أنه يشترك بالقناة ويفعل الجرس ولايك للفيديو، وراح ندخل من داخل السناب أشرح لكم كيف راح نضيف درجة الحرارة إذا ما موجودة عندي في السناب. حتى نضيف درجة الحرارة إلى تطبيق السناب راح ندخل على السناب وندخل على ننشر ستوري. راح تدخل وتكبس على علامة الكاميرا مثل ما تشاهدون، راح ناخذ لنا فيديو قصير. والآن راح نروح على بالأعلى على ثالث خيار. بعد ما ندخل على ثالث خيار راح تظهر عندي خيارات اللي موجودة، للأسف ما موجود درجة الحرارة. اللي راح نعمله راح نعمله نغادر من هنا ونروح إلى الإعدادات. بعد ما غادرنا نروح على الإعدادات، ننزل إلى الأسفل، نبحث عن السناب، راح تدخل إلى الموقع تخليه دائما، والموقع الدقيق طبعا يكون موجود به، وراح نرجع ندخل على السناب. الآن مرة ثانية راح ندخل هنا، ظهرت درجة الحرارة. الآن تقدر تضيف درجة الحرارة، فهذه هي الطريقة الوحيدة حتى تضيف درجة الحرارة إذا ما موجود عندك. أتمنى استفاديتوا. طبعا إلى الآن ما موجود أنه تغير الألوان مع درجة الحرارة، فإن شاء الله تنزل على المستقبل. إذا عجبك الفيديو واستفاديت منه، الرجاء الاشتراك واللايك ومشاهدة القناة ونشر قناتها إلى أصدقاء. أمانة لا تأخذ التعب مالتي وتروح بدون الاشتراك، لأنه أنا أتعب إلى أن أصل للمعلومة وأنشر لكم إياها بصدق بكل فيديوهاتي. وهذا حسابي KJLD123525. وأتمنى اللي يقدر يدعم القناة ماديا أكون جدا شاكر عن طريق ميزة شكرا اللي راح تكون بصندوق الوصف. تحياتي ومع ألف سلامة.